في قصيدة أنا كاتبها في أمي، الله يطول عمرها. آمين ويرزقك برها إن شاء آمين، الله يجزاكم خير. الله يجزيك. وسبحان الله، ترى دائما الشيء اللي يطلع من القلب يصل إلى القلب. أحد الزملاء، زميل خاص لي، كان يداوم في شروره، وكانت والدته تبعد عنه مسافة حوالي 900 كيلو. فالرجل تعرف بحكم البعد وكذا، إجازاته مهيب على كيفه، فيقول بجمع رصيد، بعدين أروح. سبحان الله، نزل ديواني الجزء الثاني فيه الشيلة هذه من كلماتي أنا طبعا كاتبها في والدتي، وسمعها ودق علي. قال الله أسري عليك مثل ما سرت علي. قلت ليش؟ قال والله العظيم إني داقن على أخوياي، وقلت ما عادني مداوم، حسبوا لي 5 أيام قدام أنا ماشي لأمي، ما عاد أقدر أصبر. فتحت لها الباب. أي سبحان الله، الشعر سواء الشاعر أو المنشد أو أي واحد، يعني أي شخص يقدم رسالة، أنت ما تدري إنك تقدم الشيء هذا، ما تدري وش يصير من وراه. فالشيء اللي من القلب يصل إلى القلب، كيف إذا صار عاطفي في الأم، واللي من اللسان ما يتعدى الأذان. نعم، فأستاذنكم في القصيدة. تفضل يا أخوي. الله لبه يا ماخذه عقلي وتفكيري، أقصر علشانك دروب ومشاويري، الله يكفيك صكات المقاديري، يغلى من الروح والدنيا وما فيها، لبيه يا تاج راسي يا بعد روحي، شوفك يداوي فتوق القلب وجروحي، تفضلي وقلطي لك بس مسموحي، في قلبي اللي يقول الله يحييها، تسعد شهور حملتيني وشلتيني، تسعد شهور عناها 9 سنيني، لو أبغي أرد معروفك ما يمديني، يا شمعة الدار سبحانه مضويها، حبك ملكني ولا أدري وين وداني، يمشي مع الدم بعروقي وشرياني، يجعلني فدوة لك طول الأزماني، ورجليك يا جعلني فدوة مواطيها، يا عادلين المحبة لا تلوموني، شوفوا غلاها تمكن داخل عيوني، ما هي بتنساني لو الناس ينسوني، لاجل امي ابيع كل الخلق واشريها، يما حياتي بدونك ما لها داعي، مثل السفينه بلا ربان وشراعي، استغفر الله لقول الوقت خداعي، والوقت والدهر تحت اقدار واليها، امين يا رب جعلي من حرم منك، عسى صواديف بقعه مقفيه عنك، والله ما خليك لو الناس خلنك، يغلى من الروح والدنيا وما فيها، يغلى من الروح والدنيا وما فيها. وسلامتكم.